التكريم، فقد كرمت نقابة المهندسين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأساتذة الهندسة بجامعة الأسكندرية بعد نجاحهما في إزالة عقار الأزاريط المائل. وقالت سمر شلبي نقيب مهندسي الأسكندرية إن العقار تحول من فضيحة إلى مكسب للهندسة المصرية، فيما قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إن أساتذة كلية الهندسة جامعة الأسكندرية والشعب الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية كان لهم الفضل في إنهاء مشكلة بالغة الخطورة لم يشعر بخطورتها سوى المهندسين. الجميع وجه السهام إلى مهندسي الإدارات المحلية، وكان الاتهام من الجميع لهم بأنهم المتسببين في كافة المشاكل. إنما أنا النهاردة وأمام حضراتكم لابد أن أنا أدافع عنهم. مهندسي الإدارات المحلية الدولة لا تنصفهم الإنصاف اللائق، يعملون في أسوأ ظروف، وقد يكون لي الشرف أنا وزملائي أعضاء مجلس الأعلى إن هذه القضية من القضايا اللي احنا تبعناها وتحركنا فيها وحولناها وقدمناها وتابعناها مع المختصين في الدولة في أماكنهم المختلفة، وتحدثنا عن إن هذه القضية قضية بالغة الخطورة، وطول ما احنا لا نلتفت إلى علاجها بالطريقة السليمة يبقى لا نتوقع أن تحل المشاكل. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.